وينضم إلينا من برلين عبر الهاتف الدكتور عبد المسيح الشامي، منسق العلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني. دكتور، مرحبا بك. هل عرف ما إذا كان الحادث إرهابيا أم أنه حادث عادي؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. حتى الآن طبعا لم يصدر موقف رسمي من قبل السلطات الألمانية، ولكن يعني أغلب المحللين وكل التوقعات حتى الآن التي تسمع من خلال شخصيات ربما سياسية أو حتى إعلامية ترشح أن يكون العمل ذو خلفية إرهابية، كون أن الطريقة التي نفذ بها قريبة إلى حد كبير من ربما العمليات التي جرت قبل هذا الحدث او هذه العمليه الارهابيه، دعنا نقول في حدث يعني شيء مشابه في برلين، حدث شيء مشابه في دول اخرى، حتى في دول اخرى من دول اوروبا في فرنسا وفي عده دول مختلفه، وبالتالي اعتقد ان شكل تنفيذ هذه العمليه يعطي انطباع مبدئي ان القضيه ربما تكون ذات خلفيه ارهابيه. خصوصا وان يعني الحادث لم يعني يصعب يعني القول عنه انه حدث يعني بالصدفه او عمل ربما لم يكن مخطط له، كون ان المنطقه التي نفذ بها هي منطقه غير مخصصه للسيارات، وهذا الاقتحام من بالسياره الى هذه المناطق او هذه المنطقه واضح ان يعني الهدف انه هو فعلا الاحداث او يعني قتل هؤلاء الناس وحفظ اكبر قدر ممكن من الارواح البشريه التي تسير على ولكن دكتور عبد المسيح، نعم، حتى هذه اللحظات جهات التحقيق لم تثبت ان الحادث هو حادث ارهابي، لكن هذه التوقعات التي تفضلت بذكرها والتي تشير الى ان هذا الحادث ربما يكون ارهابيا، الى اي مدى تزعج الجاليات العربيه؟ للأسف الشديد يعني في كل حدث من هذا النوع توجه مباشرة أصابع الاتهام إلى الجاليات العربية وربما بالأخص الجاليات الإسلامية أيضا، ويعني من المؤسف القول أيضا بأن أغلب العمليات السابقة التي المشابهة لهذا الحدث كانت للأسف الشديد من خلفيات ربما إسلامية، لم تكن جميعها من خلفيات عربية دعنا نقول، ولكن للأسف الشديد من مجموعات تسمي نفسها بالمجموعات الإسلامية. طبعا هذا الأمر يحمل فعلا الجاليات العربية والجاليات الإسلامية مسؤولية كبيرة وذنب كبير، علما أن هذا لا يمثل بشكل أو بآخر كما يعني كما نعلم جميعنا الثقافة العربية، ولا يمثل كل الجاليات العربية وحتى الإسلامية في المقيمة في طيب دكتور بشكل عام، ولكن للأسف الشديد هذا سوف يحمل بشكل او باخر مسؤوليه كبيره، وسوف تدفع يعني الجاليات العربيه والاسلاميه وتدفع هذه الجاليات ثمن كبير جراء هذه الممارسات وهكذا احداث في حياتها اليوميه، من خلال حتى يعني ليس فقط من خلال موقف الشارع الالباني والشارع الاوروبي، حتى في القوانين التي تسن يعني هنالك يعني يصبح هنالك ضغط كبير حتى على المسؤولين لسن قوانين تطال بشكل او باخر المذنب والبريء في من الجاليات العربيه والاسلاميه المقيمه في المانيا وفي كل الاتحاد. طيب دكتور، هنا المركز الاوروبي لدراسات مكافحه الارهاب والاستخبارات يقول على الرغم من تراجع عدد العمليات الإرهابية خلال عامي 2019 و2020 إلا أن معظم البلدان الأوروبية يساورها القلق من مخاطر التهديدات الإرهابية، ما سر هذا القلق إذن؟ يعني طبعا كما هو واضح اليوم ان يعني رغم تراجع العمليات او عدد العمليات التي تجري في الاونه الاخيره، وهذا طبعا مرده الى ان ربما يعني الى حد ما هدوء بعض الجبهات الموجوده في محيط اوروبا التي كما كان الوضع في سوريا على سبيل المثال في هذه الجبهات، وكانت هذه يعني الحروب سبب مباشر ربما لاحتقانات ولردود افعال مباشره هنا في اوروبا، ولكن يعني كما هو واضح اليوم اعتقد ان المجموعات التي يمكن لها ان تقوم بهذه العمليات الارهابيه موجوده، ما زالت موجوده داخل اوروبا، والخوف هو من هذه
الخلايا النائمة كما تسمى، هو الذئاب المنفردة، وهذه المشاعر التي تنتاب بعض الناس تجاه الثقافة الغربية والحكومات الغربية. وهذه الأمور للأسف الشديد ما زالت موجودة، ما زالت كالنار تحت الرماد، يعني ما والجميع هنا يشعر بها بشكل أو بآخر. وبالتالي أسباب حدوث هذه العمليات ما زالت موجودة، ما زالت متوفرة، وهي لم تنتهي، لا بل هي ربما على تزايد كبير في الآونة الأخيرة. لذلك هذا التخوف يعني موجود، كون أن أي سبب أو أي مشكل يمكن أن يؤدي، أو أي احتقان يعني يمكن أن يؤدي إلى هكذا عمليات كما هو الوضع اليوم للأسف الشديد. طيب دكتور، مؤخرا حزب الخضر قدم مشروعا مكون من 11 بندا لمواجهة ما يصفه بين هلالين بالتهديدات الإسلامية المتشددة. إذا ثبت أن هذا الحادث هو حادث إرهابي، إلى أي مدى سيساعد في تمرير هذا المشروع؟ لا شك يعني هذا هكذا حدث يعني يساعد أو ربما يدفع بشكل كبير جدا باتجاه سم قوانين مشددة جدا وضاغطة جدا على كل الجاليات الإسلامية. وطبعا هنالك من ينتظر يعني للاصطياد في الماء العكر، وربما ولاستثمار هكذا احداث لكي ايضا يبث سمومه من الطرف الاخر. هنالك ايضا مشاعر معاديه ايضا للمسلمين ظهرت وحتى للجاليات الاجنبيه بشكل عام عند اليمين المتطرف، ويتستغل للاسف الشديد هكذا احداث ايضا يعني تستطيع تمرير كثير من القوانين التي تعتبر فعلا حافظه بشكل او باخر على الجاليات الاجنبيه وعلى المسلمين بشكل او باخر. لذلك هكذا اعمال هي فعلا تصب في خانه مصلحه اليمين اكثر من اي طرف اخر، وهي سوف تؤدي بشكل او باخر الى سحب الحجه حتى من الناس او يعني او من الجهات السياسيه والاحزاب المعتدله التي يمكن يعني او التي كانت بشكل او باخر تدافع او تقف في وجه هكذا تشريعات وهكذا قوانين. اليوم اعتقد ان هكذا احداث تسحب الحجه وتسحب ايضا المبررات من يد هذه الجهات، وللاسف الشديد سوف يكون يعني السبق او ربما الغلبه في الجهات اليمينيه المتطرفه التي ترغب بسن هكذا قوانين مسيئه او ربما ضاغطه على المسلمين والاجانب. شكرا جزيلا لك ضيفنا من برلين الدكتور عبد المسيح الشامي، منسق العلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني.